عايز اضيف بس لحضرتك ان البرنامج في بدايته كانت خطته بتهدف الى الاطفال بلا مأوى، ولكن جالنا تكليف من بداية 2019 القيادة السياسية ان احنا نعمل التدخلات ايضا مع الكبار اللي هم اهالينا المتواجدين في الشارع. وبالرصد الحقيقة نقدر نقول انه تصنيف هذه النوعية من الكبار في الشارع بتنحصر في 3 أصناف. النوع الأولاني هو يعني ضعيف البنية، اللي هو عنده ظروف اجتماعية قاسية جدا، مثلا أسرته مثلا كلها انتهت وما بقاش في حد بيرعاه، فهو لقى في الشارع اللي بيعطف عليه أو اللي بيسأل عنه، وهو اعتقد إن الشارع ده مأوى كويس ليه. فده الحقيقة ده بيبقى مفيش مشكلة في التعامل معاه، وبيتم تحويله من وضعية الشارع إلى مؤسسة رعاية للكبار. واحنا عندنا في هذا المجال تبع البرنامج بيشتغل في حوالي 11 مؤسسة، طبعا في عدد أكبر من كده بالنسبة كوزارة، ولكن اللي بيشتغل فيها البرنامج حوالي 11 مؤسسة في ال 13 محافظة اللي بيشتغل فيها البرنامج. النوع الثاني حضرتك هو اللي عنده مشاكل عقلية أو ذهنية، وده لازم يعني يتم إيداعه في مؤسسة أمراض عقلية أو أمراض نفسية بالشراكة مع وزارة الصحة الحقيقة في تعاون تحت مظلة الحقيقة رئاسة مجلس الوزراء. في زملاء هناك الحقيقة بيتعاونوا معانا بيذللونا أي مشكلة في إدخال هذه الحالات للمستشفيات المتخصصة. عندنا برضو النوع الثالث بقى هو المتسول، ده يعني بياخد الشارع مكان للتسول. ده بنحاول طبعا بقدر الامكان ان احنا نوعيه ونقول له بمخاطر الشارع، وانه ممكن نساعده في ايجاد فرصة عمل من خلال الخدمات اللي بتقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، اذا كان معاش تكافل او كرامة او كذا، او محتاج رعاية صحية، او محتاج مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. فبنحاول بقدر الامكان ان احنا نقنعه ان هو يعني يبطل الكلام. لو صعب اقناعه، فهنا لازم يبقى في تدخل شرطي من خلال وزارة الداخلية، وده الحقيقة بيتم برضه بالتعاون وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.